صباح الخير لجميع المشاهدين اللي عم بتابعونا اليوم بحلقة جديدة من نور جديد عبر فضائية نور الشرق. منتابع اليوم سلسلة اللقاءات مع الأب مروان معوض، واليوم رح نحكي عن موضوع الشفاء من جرح الموت. صباح الخير أبونا. صباح النور. أبونا، بدنا نتابع معنا بموضوع الشفاءات من جراحات الحياة، واليوم رح نحكي عن الشفاء من جرح الموت. بداية إذا بدنا نعرف عن الموت، شو فينا نعطيه تسمية؟ أول شيء أكيد صباح الخير لك ولكل المشاهدين. أكيد الموت هو إذا بدك هو خسارة. نحن بنعتبره بمفهومنا البشري هو خسارة الحياة. واحد وقت بيخسر حياته هذا بيكون إنسان دخل بالموت. ولكن أكيد جرح الموت هو من الجروحات العميقة يلي عم تنزف بحياتنا وبتضل تنزف. يعني منذ بقلنا الكتاب المقدس وقت اللي صارت الخطية، وقت اللي طرد الإنسان من الجنة، أصبح عنده حنين العودة إلى الجنة، العودة إلى الملكوت. مشان هيك بيقولوا أن الإنسان مات موتا، يعني أنه خسر شيء كتير كبير بحياته وخسر نعمة كتير كبيرة. مشان هيك نحن إذا بدنا، لأنه الموت إذا بدك في الموت الجسدي، في الموت الروحي، في الموت النفسي. الموت له عدة تفسيرات. نعم. له عدة تحديد. إذا واحد بده يحكي عن تحديد للموت، نعم، بيقدر يدخل بكذا باب. ولكن الموت هو واحد، إنه إن كنت خسرت حياتي أو خسرت نفسي أو خسرت. مشان هيك بنشوف إنه حتى المسيح بالإنجيل بيركز على هالموضوع، بيقول إنه ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. خسر نفسه يعني انه مات نفسيا، يعني ومات روحيا، ومات يعني ما بقى له اي اذا بدك قيم نفسيه وروحيه تقدر ترفع. نعم. انه هبطت كل القيم بحياته. فمشان هيك الموت هو خساره. هالخساره قبل ما نحن يجي يسوع المسيح كانت خساره قاسيه لا تعوض. يعني كان الانسان بس يموت، كان الإنسان كتير ينبك عليه، كان الإنسان كوثنيين يتصرفوا بطريقة وثنية. حتى بشعب اليهودي كان دايما مقسومين لكذا قسم، في ناس تعترف بقيامة الأموات بين اليهود، في ناس ما بتعترف بقيامة الأموات. ولكن بمجيء يسوع المسيح توضحت الصورة عن الموت. وهيدا الحلو يلي عمله يسوع، هو قبل ما هو يموت ويقوم، التقى بناس وأعطاهم الشفاء من الموت. نعم. من الموت الجسدي والموت النفسي والموت الروحي. كان دائما المسيح، يعني مثلا لقاءه مع زكا كان خاطئ، كان ميت روحيا. نعم. ما كان المسيح رجع أقامه، اليوم صار الخلاص لهذا البيت. يعني رجع عاش، نفس من جديد. حتى المسيح وقت اللي بده يعطي، إذا بدك بإنجيل لوقا، وقت اللي بيجي متى الخروف الضال، متى الدرهم ضاع، ومتى الابن الضال. نعم. بالابن الضال هالحوار يلي صار بين يسوع وبين هالناس وهالجموع، وقت اللي كان المسيح عم بيفهم شو معنات الغفران، شو معنات التوبة، شو معنات الإنسان يعود إلى الله، أعطاهم متى الابن الضال. نعم. وبيحط على لسان البي بمثل ابن ضال اللي كلنا بنعرف، هذا مثل مشهور ليسوع، بيقول هذا ابني كان ميتا فعاش وضالا فوجد. يعني يسوع الموت عنده هو موت النفس، موت اذا بدك الموت الروحي، الموت الروحي وقت اللي بيهد بالخطيه. صح. الموت الخطيه. الموت الروحي بيؤدي الى موت نفسي، بيؤدي الى موت اذا بدك موت القيم، موت الافكار، موت المجتمع. هيدا هو. فإذا وقت اللي نحن بنحس حالنا انه خسرنا، هون بنكون عم نعيش الموت، نبلش نخسر من دون ما نربح مقابله. يعني انا بخسر شيء لا اربح شيء. نعم. مشان هيك الخساره هي نوع من انواع الاموات. وعطينا البرهان من كلام يسوع ان ابني هذا كان ميتا فعاش. نعم. ميتا كيف مات؟ مات وقت اللي خسر بنوته لبيه، مزبوط، قال له انا بدي اتصرف كما بدي. وقت اللي خسر حريته عايشة بطريقة إذا بدك لا واعية ولا مسؤولة. وتالت شيء خسر مصرياته، يعني عايش الخسارة على كل الأصعدة، على صعيد القيم وعلى صعيد المبادئ وعلى صعيد المادة، عايش الخسارة كلها. هيدا الشيء أدى
في إلى أنه يرجع إلى بيت بيه إلى العودة، ومين قدر يرجع يرد له الحياة؟ بيه، لأنه ما كان راح يرعى الخنازير، هو ميت يعني، هو ومنسحق جدا. نعم. شو صاروا يعملوا؟ قلنا الإنجيل كان يشتهي أن يملأ جوفه من الخروب اللي كانوا يأكلوا منه الخنازير، كان يشتهي، بينما هو كان قبل ملك عايش ببيت ملك. مين رجع ردله الحياة ورجع أقامه من هالموت اللي عايش فيه؟ لقاؤه مع مين؟ مع بيه. نعم. وهيدا هو الشفاء إذا بدك يلي نحنا مدعوين إلى أنه نعيشه بحياتنا، الشفاء من موتنا، موتنا النفسي، موتنا الروحي، موتنا الاجتماعي اللي عم نعيش اليوم. احنا بنسمع اليوم بتعرف انت ليه المجتمع بيقولوا عايشين بكوما. نعم. صح، عايشين بكوما الناس اليوم. بتسالي واحد بتشوفيه بتحسيه مثل كانه مخدر ماشي، انه رايح مثل الربوع على شغله، بيجي مثل الربوع على بيته، بيصرخ بعيط، بيقعد نقعد على التلفزيون مثل الروبويات، بنتسرب بالاشياء، الوسائل التقنيات كلها، التكنولوجي اللي عم نحكي عنها كلها هيدي، بنعيش مثل كانه عايشين بكوما يعني مخدرين، وكانه صار في عنا نوع من الموت. الموت يعني عم نخسر، عم نخسر، عم نخسر، لأنه ما عم نتجدد. مشان هيك هيدا هالشي شو سببه؟ سببه أنه ما بقى في لقاء بيني وبين بيي، ما بقى في لقاء بيني وبين الله. يعني البعد عن الله هو سبب الموت يلي عايشين فيه نحنا، نحنا وعايشين. صح، وهي الخطية من منذ آدم. نعم. آدم أيمتى مات؟ وقت اللي بعد عن الله. وبعدنا اليوم وكل خليقة، كل جيل إله موته بالبعد عن الله. الشعب اليهودي راح عبد الوثن، كل شيء الله عمله معه، كل شيء الله حرره، كل شيء الله عطاه حياة، ومن الصخرة عطاه ماي، وبالبرية عطاه منه سلوى، وخلصوا من العبودية. وقت اللي كان يلاقي حاله انه هو هيك بده يعيش على راسه، كان يحن الى آلهة الوثن ويروح عند الوثنيين، الله ينبهه انه انتبه انا خلصتك، وين عم ترجع تعمل هالشيء؟ بعد الله كان دائما هالموت. ليه دايما منفتش عن البعد عن الله؟ طالما انه يعني لما بنكتشف انه الله هو الحياة، ليه الانسان بدل يفتش عن الخطية؟ صح، لانه طبيعتنا بتروح دايما صوب الاسهل، صوب، لانه طبيعتنا البشرية. نعم. مشان هيك نحنا بالتجسد، ومنقولها كتير هيدي بزمن الميلاد وزمن الدنح، منقول له للرب أنت يا من قدست طبعنا البشري. نعم. لأنه طبيعتنا البشرية من دون تقديس هي طبيعة تقريبا تشبه وحشي، تشبه الحيوان، طبيعتنا من دون تقديس. يعني الإنسان إذا بده يترك هو طبيعته تمشي، بيروح صوب الأسهل، صوب الشهوات، صوب الرغبات، صوب جن المال بطرق متعددة، عايش بمثل ما هو بيرضي، القوي بياكل الضعيف، المريض ما له محل، لأنه هيدي طبيعتنا البشرية، القوي بيثبت حاله بقوته، هيدي اتخذنا هون طبيعتنا البشرية. اللقاء مع الرب بيدعيك إلى أنه شو نعمل؟ نطلع فوق طبيعتنا البشرية، نقدسها، نقدسها يعني نسمى فيها، مش نخليها هي تقودنا، نحن نقودها ونقدسها. هيك بنقول يا من قدست طبعنا البشر. المسيح قدس هالطبيعة البشرية كرمال شو؟ كرمال تتلاقى بخلق. هلا انا شو بعمل انا كانسان؟ بصير بقول طيب ما سير بطريق الرب فيها التزام، فيها صعوبه، فيها تحديات، فيها تخلي، فيها تخلي، ما فينا نقول لا. فبيجي انا بقول انه انا ماني مستعد موت عن ذاتي لاربح شيء. وبقلب هالعالم الصعب يلي مليان من مغريات الحياه، ومنفتحين هلا على السوشيال ميديا، كل واحد بشوف غيره كيف عايش، صارت الحياه صعبه. صح صح، ونحن عم ننتقل من موت إلى موت، من موت إلى موت. نعم. ومشان هيك حلو نحن اليوم كناس، كبشر، كعالم مؤمنين ملتزمين، نكسر روتين الموت بحياتنا، الخسارة. وهيدا الشيء اللي بيساعدني أني أنا أرجع أفكر من جديد، هي نقعد بيني وبين ذاتي، أنا شو عم بربح. نعم. بحياتي أنا شو الربح اللي بدي اربحه بحياتي لحتى انا ما اخسر، ما ضلني اخسر. مشان هيك هون في صوره كتير حلوه كمان لماربولوس،
عن موضوع الموت وخسارة الموت. نعم. مار بولس وقت اللي كان مسجون كتب رسالة لأهل فيليبي اللي هي من رسالة القديس بولس لأهل فيليبي. بأهل فيليبي بيجوا لعند بولس بيعرفوه مسجون وخلص بده يؤدي الشهادة بده يموت. بيجوا لعنده أهل فيليبي ليعززوه، بتعرفي بس واحد يكون مسجون حتى يشجعوه أو يقف على خاطره مثل ما بنقول نحن. نعم. بيجوا بيقولوا له طول بالك، ما أنت بولس وأنت اللي كنت عم بتشجعنا وأنت اللي كنت عم بتقوينا، معلش هلا هيدي معلش أنت هلا مسجون بس إنه ما تعطى الهم مدري شو. طلع فيهم بولس بيقول لهم حياتي هي المسيح الموت والموت ربح لي. نعم. فما أحلاك يا موت حين أكون مع المسيح. أول شغلة الموت لي مش خسارة، أصبح الموت ربح. ليه؟ لأنه أنا سأكون مع المسيح، هذا اللقاء بينه وبين ربي. نعم. إذا الموت هو عائق للقاء بينه وبين ربي، قالوا سهلا فيه، فليأتي الموت من أجل اللقاء مع الرب. تاني شغلة كتير حلوة إنه الموت بطل خسارة، مثل ما كنا عم نقول الموت هو خسارة كتحديد. نعم. صار ربح. متى بيتحول الموت إلى ربح؟ عندما ألتقي بالمسيح وعندما أضع المسيح أمام عيني. هي بدها ثقة وتصديق. ثقة وتصديق وبدها ممارسة. نعم. لمنه قادر يمارس بالأشياء الصغيرة بحياته الاستسلام لمشيئة الرب، هو عم يفكر قادر يمارسها بالأشياء الكبيرة. نعم. مع أنه أوقات كتير نحن نتفاجأ يعني بيكون شخص ملتزم بيقدس بيصلي بيتناول عنده حياة روحية حلوة مع الرب، بيفقد حدا قريب لإله بيتصرف كوثني. صحيح. نطلع منقول طيب انه ما انت اللي بتصلي، ما انت الممتلئ من انه هذا المفروض يكون هو مثال بهيك وضع. صح. انت الممتلئ من نعمة الله. انت الممتلئ. هل هالجرح بحياتك بده يخليك تنسى ايمانك، تنسى خبراتك، تنسى مسيرتك مع الله وتتصرف كوثني؟ اكيد هيدا هو المحك يلي نحن نقف قدامه ونحن مدعوين الى ان نشهد قدامه. مشان هيك الشفاء من جروحات من جرح الموت، الموت هو جرح وجرح بينزف للأبد بس، ولكن طيب ما أنا في قدامي مخلص مد إيده لألي، في قدامي أمام عيني في مسيح شهادة، في ابن الله أعطاني أنا أنه كون أنه إدعس الموت مثل ما هو دعسه. نعم. أوكي؟ مشان هيك انا ما بقى بخاف لانه انا عارف وين بيروحوا موتاي. واليوم كمان تذكار الموتى المؤمنين. نعم. بكنيستنا يعني بالكنيسه عامه. طيب اليوم نحن بنتذكر موتينا بس نحن بنتذكرهم كيف نتذكرهم؟ نتذكرهم بالدموع بالبكاء بالصريخ بالنحيب، ولا نتذكرهم بالرجاء بالايمان؟ نحن بنتذكرهم لانه هن احياء. هن احياء منهم اموات. مشان هيك نحن نتذكرهم، لأنه الإنسان قدام الذكرى قدام ما يتذكر في يتذكر مثل شيء نسميه نحن النوستالجي، إنه حنين إلى الماضي ويا الله كيف كانوا ويا الله ذكريات قديمة. لا مش هيدا هي. نحن ما منعيش نوستالجي، نحن منعيش ميموار. في فرق بين النوستالجي والميموار. الميموار كذاكرة هي أوكي في بالماضي شيء موجود بس بخليه يصير بالحاضر وبخليه يساعدني للمستقبل انه بعده موجود معي بالمستقبل وبعده عم بيرفقني. نحن منعيش، وحتى المسيح بيقول اصنعوا هذا لذكري. نعم. مش هيك؟ بالعشاء السري. مش تذكروا حنين، لا. اصنعوا هذا لذكري يعني كل ما انتم عشتوا هالذكرى، كل ما انا حاضر، كل ما انا موجود. موتينا موجودين. موتينا هلا الاموات احنا فينا نتواصل معهم، فينا نصلي لهم يعني بيسمعوا صلاتنا؟ طبعا اكيد. امواتنا هن اذا بدك مثل في علاقتنا فيهم هي علاقة روحية. لأنه بالموت نحن جسديا وحواسنا وجسدنا بيوقف، إن كان القلب إن كان العينين إن كان كل حواسنا بتوقف، في شيء بيبقى. شو هو الأنيماتور بجسدنا؟ هو الروح. الروح لأنه جسد من دون روح هو ميت. الروح هالروح الموجودة فينا هي بتستمر بتبقى. أنا لا أقدر أتخاطب مع روح بي وروح أمي، أنا بقدر بالصلاة بدخل، لأنه الصلاة هي صلة مع الله، وكأنه أنا عم بدخل لألهم بواسطة الله، يعني عم فوت عند الله لحتى أقدر أتواصل معهم.
كيف اليوم نحن اذا ناخذ شيء معنا شوي هيك كيف نحن اليوم مثلا بالتليفون انت اذا بدك تلفني تفوتي على الشبكه والشبكه بتوديكي على شخص. هيدا هو الشبكه، هو الرب، هو الموزع، هو الاساس. انا بصل لك انا عم اتصل بهالشبكه، عم اتصل بالله، وربنا هو بيوصل لهم هالنعم. نعم. ربنا هو بيوصل لهم هالبركات. وهن فيهم يتواصلوا معنا اكيد. هلا التواصل مش تواصل مثل ما يعني اوقات مثلا نسمع انه حدا لما بنخسر شخص بنسمع الناس بيقولوا انه شفته بحلمي حكي معي قال لي هيك، او اوقات عم شوفه بحلم. يعني دائما بنحكي عن الاموات بنشوفهم باحلام، هل هالاحلام هن من وراء يعني تفسير الحلم كعقل باطن نحن عم نفكر فيهم وهيك، او هو اكثر من هيك له عمق روحي؟ هلأ بهيدا الموضوع إذا بدك فيه بعدين. نعم. البعد اللي بيحكيه العلم. العلم اليوم بيقول إنه إحنا بالإنكونسيون عنا باللاوعي نحن بنرجع بنرد الأفكار يلي مرقت معنا بالنهار. نعم. أو يمكن الحنين أو يمكن ترجع تنرد، ترجع بتجي لعنا بالأحلام. نعم. ولكن في موقف تاني أنا بتبنيه وكتير حلو كتير مهم، الموقف الديني. الله يخاطب الإنسان بالحلم. نعم. خاطب يوسف، خطيب مريم. صحيح. كم مرة خاطبه وقت اللي ظهر له قال له لا تخف أن تأخذ مريم رأتك. نعم. كان نايم. خاطبه بالحلم وقت اللي قال له خذ الصبي وهروب على مصر فأذن. وحتى يوسف في العهد القديم كمان ابن يعقوب كمان خاطبه بالحلم. نعم. الرب يتكلم بالأحلام. نعم. الرب يتكلم ليش؟ وكأنه بتاعنا نعرف نحن كلنا بالحلم الإنسان وقت اللي بيكون نايم بيكون ما عنده قوة يواجه، بيكون إنسان مسترخي مستسلم. وكأنه كلمة الله بتكون له أكثر قوة، وكأنه أنت مش ضروري تقومها، ما تقومها قبلها مثل ما هي. مشان هيك أنا يمكن اليوم ممكن يكون أمواتي، الأموات يلي ممكن رسالة عم بوصلوا لي رسالة، يمكن الرب عم بوصل لي رسالة معينة، يمكن الرب بده يروي قلبي بغليل معين، شايفني أنا معذب، حابب شوف، حابب شيء، يمكن مرق لي هن بالحلم وعادة بيمرقوا بصورة حلوة. نعم. يعني عادة وقت اللي بيجوا مثل ما عم تقول بيجوا بيقولوا مثلا شفت أمي لابسة أبيض، شفت بيي مبسوط. صح. شفت سعيد، تكون عزاء لقلنا يمكن هيدا هو، هيدا. نعم. هو بس برجع بقول لك نحن ما بنرتكز على الأشياء، يعني مش هيدا هي الركيزة لقلنا. الركيزة لقلنا هو المبدأ الأساسي إنه أنا بوعي الكامل وبمنطق الكامل وبمواجهة الكاملة وبعقل الكامل وقت تكون واعي أوكي، أنا بآمن إنه هني موجودين عند ربنا، أنا بآمن إنه هني بين إيدين ربنا. مشان هيك بغض النظر إذا كانوا خاطئين أو مش خاطئين أكيد. هلا هون ندخل بقصة الخطية وما خطية، يعني إذا في بحياتهم بيسحق يدخل ملكوت ما أنا ما بدخل فيها، هيدا ربنا هو بيقرر. ما ننسى إنه ياما في قديسين أخذوا الملكوت بآخر لحظة من حياتهم، وهون كمان لنشفى من جرح الموت اوكي. انا بتبنى المشهد يسوع على الصليب واللص تائب، نعرف في لصين. نعم. نعرف انصلب مع المسيح وثلاثتهم عم بيواجهوا الموت، المسيح ابن الله، لص عن يمينه ولص عن شماله. احد اللصين، هلا نحن عاده بنقول لص اليمين ولص الشمال، بس اذا قرينا الانجيل ما بيحدد اي لص تائب، بس نحن بناخذ عادة اللص اليمين لأنه بنعرف اللص اليمين هو ميلة الخير، إيد اليمين ويمين الرب إلى آخره. بس إذا بنقرأ الإنجيل ما بيحدد أي لص تاب. بس ولكن لأخذ أنا اللصين، واحد عم بيواجه الموت بنكران جميل وبخطية فوق الخطية وب إذا بدك هيك تمرد وتذمر، واحد لص، ولص تاني كيف واجه الموت؟ واجه الموت باستسلام تاني. وقت اللي قال له بيجاوب رفيقه بيقول له انه عيب الشوم عليك، نحن كمشونا بسرقه عم يقتلونا، نحن ننال العقاب على حق، عن حق عم ننال، اما هذا فهو بار. بيبرم صوب المسيح وبيقول له اذكرني يا رب اذا ما اتيت في ملكوتك. هيدي الجمله هي اجمل جمله بتعطيني شفاء من الموت، بتعطيني شفاء التام. اذا قلتها بايمان أكيد أنا رح يكون مصيري مثل مصير هاللص التائب. شو مصيره؟ جاوبوا المسيح،
قبل ما يموت المسيح قال اليوم رح تكون معي، اليوم ستكون معي في الفردوس. لكن ما أجمل هذا الشفاء. نعم هذا هو الشفاء، وقت لي أنا أكون مع المسيح في الفردوس. نرجع لمار بولس، فأحلاك يا موت حين أكون مع المسيح. واللص التائب كمان اليوم تكون معي في الفردوس، شو بدي أكثر منك؟ لأنه الموت حق على الجميع، ما حدا يقول إنه ما بدي موت. ما يعني حدا. بطل الموت موت، صار الموت انتقال من عالم أرضي لعالم روحي. صح، وهو عايش بملكوت، عايش بفردوس، عايش بحياة أبدية مع الرب. مشان هيك هيدا الموقف بيعطي شفاء. نعم. من جرح الموت. إذا حدا المشاهدين يمكن عم يسمعنا، أكيد كلنا خسرانين الناس بحياتنا. صح، واليوم تذكار الموتى. نعم. خلونا نخلي عينينا صوب الرب وضلني رددها هالكلمة، اذكرني يا رب إذا ما أتيت في ملكوتك، اذكرني. لأنه يمكن موت هلا، ممكن موت بعد شوي، ممكن موت بعد 10 سنين، بعد 100 سنة، ما بعرف أي متى. بس أنا اللي بهمني إنه كون معك بالملكوت، بس موت، بس أعبر، بس انتقل، رح كون معك في الفردوس. وهذا الشيء يلي كشفنا إياه يسوع المسيح، لأنه قبل المسيح كان الموت شيء تابو، سر مخفي كليا. مع المسيح انكشف هالسر، لأنه المسيح قام من بين الأموات. وكل معمد، حتى مار بولس برساله برجع بيقوله انه اذا نحن بننكر قيامة المسيح بحياتنا، اذا شو نتعمد؟ شو عم نعمل فولكلور؟ نازم على المطعم ونروح نتغدى ونروح انه عيب لازم نتعمد هالصبي او هالبنت، عيب مثلا صار عمره سنة ايه، يكون ناطرين القرايب ليجوا من برا ويكونوا عرفتي عرابين، جيبوا له معه هدايا ذهب، جيبوا له غير اوكي. اذا هيدا هو موقفنا الله يستر. مار بولس بيقول نحن نتعمد، وحتى من أولى بالمعمودية بآخر ردة المعمودية بنربطها بالقيامة، بس نعمد ولد بنقول آخر ردة. هون بيكون الناس زهقوا، بلش صرخ الولد، بقاش عم يسمعوا شيء. هلا صعب الناس تكون كتير مركزين على الرطب، يعني إيه إنه أوقات كتير بيكون الولد عم صرخ، بيكون هيك أو بيكون عم فكروا بالمطعم. نعم. أو بيكونوا ما بعرف حتى تأخرنا والحجز وإلى آخره، عجية السير ومدري شو. صح. بس نحن بنقولها بآخر ردة، بنقول لا تسمح يا رب عند تعريه من ثوب جسدي هذا المنظور أن يتعرى منك أنت المسيح الصوب الخفي غير المنظور. شو حلو. بل كن له يا رب ثوبا جديدا لا يبلى. فإذا ربطنا المعمودية بالقيامة ربطناها من ما هو نتعمد. هيك بدي أقوله مار بولس، بدي أقوله يا خيمة نحن نتعمد من أجل أن نقوم مع المسيح. أوكي؟ فبتجي بتقول ما في قيامة، بتجي بتقول أن نحن بدنا، فإذا شو تعمدنا؟ لشو عملنا كل هالخبرية كلها سوا؟ إذا الأموات لا يقومون في الرب، هيدا الشيء الخطير. مشان هيك الشفاء من جرح الموت هو قرار بياخده الإنسان انطلاقا من خبرته الإيمانية، من مسيرته الإيمانية. ما نسمح أنه يجي الموت يلي هو عنصره كتير مفاجئ، كلنا بنعرف عنصر الموت مفاجئ جدا. ما نسمح أنه عنصر الموت أو فجائية الموت تخسرني الملكوت وتخسرني لقائي مع الرب وتخسرني هالمسيرة الروحية. خلنا ناخد الموت كربح، ربح لنا، لأن نحن مؤمنين، نحن معمدين، نحن نلبس المسيح، نحن متناول من قدس، من نصلي للرب، والرب ساكن فينا من هالعالم لحتى يكون معنا للعالم الثاني. نعم، ونكون على استعداد تام. صح استعداد مثل ما طلب. وهون كمان يعني في رائعة جدا الأناجيل، رائعة جدا. أنا هلا عم يجوا على راسك الصور. مثلا شوفي أحياء لعازر، العزارة كمان، العزارة الحكيمات. نعم. شوفي أحياء لعازر بإنجيل يوحنا، قالوا له مات صديقك لعازر، شو عمل المسيح؟ بكي زعل عليه. نعم. في بكي، في تعب، في زعل، ما عم نقول لا، حتى بس المسيح يعني ما بكي وبقي عم بيقول له يلا هات لنبكي كلنا سوا، نعمل مد بتبكي. راح قبل ما يروح على القبر، وين راح؟ عند مرته مريم. عرفت مرتا جاي متركضت لبرا، قالت له لو بتعرف لو كنت هون ما كان مات خيي. شو بجاوب المسيح؟ أتؤمنين بأنه أنا هو أتؤمنين بالقيامة؟ قلت له نعم يا رب أنا أؤمن بالقيامة. في قيامة بالعالم الثاني؟ زبطت ما زبطت فيه. قال لا، مش هذا اللي بحكيك عنه، مش هذا اللي عم بحكيك عنه. أتؤمنين بأني أنا هو القيامة والحياة؟ قلت له نعم يا رب أؤمن. إلا الحقيقة مشي لفرجيك نتيجة كلمتك واعتراف إيمانك، تعي شوفي ثمرته. عشان هيك القيامة، الشفاء من جرح الموت بالقيامة، هو إذا بدك نتيجة إيماننا، ثمرة لإيماننا. مثل ما مرتا
قلت له نعم يا رب أنا أؤمن أنك أنت هو القيامة والحياة، قال له تعي شوفي. فأذن أنا كمان إذا بقول له أذكرني يا رب إذا ما أتيت ملكوتك، نعم يا رب أؤمن أنت القيامة والحياة، قال لك تفضل شوف القيامة. أمين. أمين. يعني كتير حلو هالتفسير وتبسيط الموت، ويعني فعلا بنحس هيك انه حياة المؤمن لما يكون عيوننا مسمرين على يسوع بيكون كل شيء هين، يعني حتى قدام هاللحظة الصعبة وهذا الجرح اللي مثل ما قلت ابونا انه بضل ينزف كل الحياة، يعني هالجرح لو ما بنشفى منه، يعني رح يضل موجود الجرح، ما رح نشفى من جراحه، ولكن رح نتقبله ونستوعبه مع المسيح. صح. وفي شفاء كيف بيكون؟ شفاء بيكون بنقلة نوعية للإيمان، مش نفكر أرضيا، ننتقل يعني نعلى فوق الجراحات الأرضية لحتى نوصل لمستوى الإيمان. هونيك أكيد الموت في شفاء. نعم. أكيد في شفاء مع الرب، لأنه الرب بيقول أنه بالسماء ما في موت، ما في عذاب، ما في وجع، ما في ألم، فوق شو في؟ حياة وسعادة وفرح. نعم. هيدا هو. أبونا سؤال صغير بس، أوقات بيقولوا إنه طفل صغير لما بيتوفوا الأطفال بيقولوا إنه طيب إنه ليه توفى، يعني ليه ربنا، ليه أخذوا ربنا بهالوقت هون، يعني كيف فينا نعزي أهل هيدا الطفل؟ لك أول شيء ننتبه لموضوع إنه هيدا الطفل أخذوا ربنا، أكيد ربنا. نعم. ربنا إذا بدك بيعطي. نعم. أكثر ما بياخد، لأنه ربنا إذا بده ياخد بنصير منفوت ربنا إذا بدك بفكر إنه ليش هو مش هو. نعم. ليش أخذ وما أخذني، عم بصير كأنه الرب عم بينقي، كأنه الرب قاعد عم مش هذا هو المبدأ. الموضوع هو التالي، ويمكن كنا حكيناها بالحلقة السابقة بس برجع بضوي عليها لأنه هيدي شغلة كتير مهمة. التكوين البشري هو إذا بدك تكوين منه كامل. منه كامل. نعم. منه كامل. نحن عم نعيش بعالم ناقص، نحن عم نعيش بعالم إذا بدك في مرض، في خطية، في عذاب، في ألم، في وجع، هذا العالم اللي عم نعيش فيه. نتيجة هل إذا بدك هالموت إن كان للأطفال أو للكبار هو نتيجة ضعف بالتكوين. بالتكوين مش الرب هو يلي أراد إنه يكون هيك. نعم. بالعكس الرب، يعني أنا بخدها من الإنجيل، خليني اشوف حياة المسيح. في شي مرة مثلا المسيح كان حدا ما بوشي وخليه يصير بوشي؟ لا. العكس صحيح. نعم. المخلع مشي، الأعمى اشي، هو الشافي. فاذا المسيح كان ينظر الى الطبيعة وين صار فيها خلل ويزبط. ويعطي. يعطي الحياة فيها. مشان هيك اوقات نحن بحياتنا علميا، وهذا شيء مثبت علميا، انه بالتكوين الجيني، بالتكوين يعني الجين والاشياء العلميه، اوكي صار في بعض اذا بدك سوء النمو. نعم. او هذا الشيء ما نحمله مسؤوليته لله. نعم. هذا الشيء بنحمل مسؤوليته لطبعنا البشري. اوكي، بس اكيد هيدا الطفل يلي روح في روح، والرب اعطاه الروح، والرب اراد انه يكون في الروح حي، أكيد هالروح الرب بده يستقبلها، لأنه ما ننسى أنه فإن لأمثال هؤلاء ملكوت الله. مش هيك بقول؟ نعم. وقت المسيح دعا طفل بيناتهم وقال إن لأمثال هؤلاء ملكوت السماوات. فأذن إذا أنا بدي أخذ كلمة المسيح، هيدا الطفل أكيد هو بريء، هو ماشي، هيدا ملاك بالسماء. نعم. ودخل بجو الملائكة، دخل في الترنيم والتسبيح مع الرب، هيدا الشيء الحلو، أكيد ربنا ما بيتركه أكيد. مشان هيك إذا فقدنا حيا لحدا، خاصة ولد صغير، ولد هيك، أكيد ربنا عندنا سيئة أنه ربنا هو استقبله، ربنا هو رجع أعطال إذا بدك الحياة يلي بيستحقها، عوض له عن نقص الحياة، الحياة اللي بيستحقها بالحياة الأبدية. ويمكن ربنا، أكيد ربنا، مش يمكن، أكيد ربنا رح يخليه يهتم فيه أكثر ما أنا بيه بهتم فيه. أكثر ما أمه تهتم فيه. نعم. أمين. أبونا بنشكرك كتير على هالموضوع، بتحب تقول شيء أخير؟ لا، نحنا بنشكركم، وأكيد نحنا فإذن ضروري كتير مهم إنه ما بقى ناخد الموت خسارة. نعم. ناخده ربح مع مار بولس، نستعد لهاللقاء لحتى نشفى من جراحات الموت. علينا إنه نقبل موقف
النص التائب. نعم. اذكرني يا رب إذا ما أتيت ملكوتك، شفيني من جراحاتي، وأكيد نحن رح نكون مع الرب، وهيدا هو الشفاء الأول والأخير بالموت. آمين. مشاهدينا فاصل ونرجع.